بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. وزي ما عودنا حضراتكم إن هنبتدي حلقتنا النهاردة بالفقرة الثابتة في حلقتنا بعنوان قال الراوي، تقديم الأستاذ محمد العنزي، إعداد المعدة المتعلقة شيرين كمال، ورئيس التحرير البرنامج هبة سليم. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. طبعا اليوم فقرة الراوي برنامج بدون أهداف، المذيع المتألق شريف فاروق، ورئيس التحرير الأستاذ هبة سليم، والأخت شيرين المعدة. وأشكر الأخ عبد الرحمن العجلاني العنزي وفيصل سعد الشمري، الجنود المجهولين معانا اللي دائما هم اللي يصورون ويمنتجون الحلقة. طبعا اليوم احنا قمنا بزيارة الى ديوان الاخ جزاع القحص ابو فهد في الجهراء، اللي نتحاور معه ونتناقش معه بعض الامور. فطبعا ارحب باخوي جزاع ابو فهد. مساك الله بالخير ابو جاسم، والله محييكم انت والاخوان اللي معاك، وشرفتونا في هالزياره. انا سمعت انك خضت اكثر مره انتخابات مجلس الامه، ويا ريت زودنا في برنامجك الانتخابي القادم، عسى الله يوفقك ويوفق الجميع. انا اخوض الانتخابات 2020 ان شاء الله، وبرنامجي الانتخابي يرتكز على جميع قضايا الوطن، ومن أهم هذه القضايا هي استقرار المواطنة، لأن لا استقرار الوطن إلا باستقرار المواطنة. ومن أهم قضايا استقرار المواطنة هي حقوق المواطنة لإخواننا الكويتيين البدون، وهي شريحة من المجتمع ظلمت في مواطنتها على مدى 6 أو 7 عقود أو 6 أو 7 أجيال تعاقبت على هذا الأمر. ايضا من ضمن برنامجي الانتخابي كل مظاهر الفساد الاداري والمالي والتشريعات السلطويه التي لا تخدم الوطن والمواطن. اضف الى ذلك واهم من هذا كله وعلى راس اهتماماتي الانتخابيه هو ان تكون هناك حكومه على رأسها رئيس مجلس وزراء مستقل القرار ويملك قراره ويشكل حكومة بلا محاصصة ولا انتقائية، إنما قائمة على الكفاءة، وتكون حكومة تكنوقراط. وهذا ما سأسعى له منذ البداية، ولن تمنح ثقتنا في الحكومة إلا لرئيس حكومة مستقل طبيعي اختيار او تكليف رئيس الحكومه هي صلاحيه دستوريه لسمو الامير، عسى الله يحفظه ويشفيه ان شاء الله. ولكن يبقى لنا ان نمنح الثقه من عدمها، وباذن الله لن يمنح الثقه الا من كان كفءا لان يكون رئيس حكومه مستقل، لان الكويت تحتاج الى رئاستين تشريعيه وحكوميه مستقلات القرار حتى نستطيع أن نصلح من عوج ومن حار. كيف ترى ملامح المجلس القادم؟ ويا ريت تقولها لنا بشفافية. أتوقع وحسب قراءتي بأن الناخب الكويتي بعد مجلس يعني متواضع العطاء، وللأسف هناك بعض القرارات والتشريعات السلبية التي لا تخدم الوطن والمواطن تبناها مجلس 2016، لذلك أتوقع بأن الناخبين ستكون لهم كلمة مغايرة عن كل القناعات التقليدية السابقة، وأعتقد أن بدأت يعني تظهر ملامحها إعلاميا وحسب السوشيال ميديا والتذمر الشعبي من عدم التمثيل الجيد، لا بل بعض التمثيل السلبي في المجلس الحالي. سيكون هناك بإذن الله نتاج
هذا أو نتاج العملية الانتخابية مجلس إن شاء الله بقرار شعبي كامل، ومجلس يمثل الإرادة الشعبية إن شاء الله. أبو فهد، في سؤال، النائب عندما يصل إلى البرلمان وينجح بالأصوات فأول شيء يطلب منه الغسل، يا ريت تفسر لي هذا الغسل، لماذا يطلب من النائب عندما ينجح ويصل إلى البرلمان؟ لأن هذا السؤال الكثيرين يتساءلون، فيا ريتك تجاوبني فيه. الغسل هو قيمة إنسانية عرفتها البشرية منذ القدم، وعززها الإسلام بقوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والقسم ينطق جميع أعضاء مجلس الأمة في بداية عملهم التشريعي، سواء منتخبين أو كوزراء بصفاتهم الاعتبارية، ومسؤولون أمام الله عن هذا القسم، فما بالك بمن يتجاوز هذا القسم في حق الله، وحق الله مرتبط في حقوق العباد. عندما يتجاوز ويتمصلح أو يتكسب أو يهادن أو يجامل لأجل مصلحة وينقض قسمه، أنا أعتقد أنه يعتبر خائن لله ولقسم الله، ثم للوطن، ثم للعباد. حتى من يرى نفسه أضعف من أن يؤدي العمل لأي سبب كان إمكانياته، فيبرئ الذمة بالاستقالة ولا يستمر ويتحمل وزر قسم عظيم. أبو فهد، سؤال بعيد عن اللقاء، ما هو أعرق برلمان عربي؟ حسب اطلاعاتي بجاسم، أعرق البرلمانات العربية البرلمان المصري اللي يتجاوز 150 سنة، والبرلمان المصري كان يعني برلمان تقريبا قريب من الديمقراطية الغربية، حيث أن كان أغلبية البرلمان هم من يكلفون رئيس الوزراء. طبعا أبو فهد، في سؤال دائما في الديوانيات وفي المنتديات وفي الندوات يتراود بين الناس، يقول لك في مجلس ضعيف وفي مجلس قوي، يعني مثلا مجالس السابقة، مثلا في سنوات سابقة قال لك هذا المجلس قوي، اللي يليه قال لك ضعيف، اللي وراه قال لك حلو، فما هي حسنات المجلس القوي وما سيئات المجلس الضعيف حتى نعرف؟ طبيعي جاسم، ديمقراطيتنا قائمة على مشاركة الإدارة بين السلطة والشعب، وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي، فالسلطة ممثلة برئيس الدولة أمير البلاد حفظه الله إدارة، ولها لأمير البلاد صلاحية تكليف رئيس مجلس الوزراء. الخيار الشعبي اللي هو المجلس التشريعي يقوم على الانتخابات. متى ما شكلت حكومة مستقلة قرار بالإضافة إلى خيار شعبي صحيح، سيشكل مجلس برئاسة شعبية، وبذلك طبيعي أن الدستور عطى منح الثقة وعدمها للحكومة للمجلس، إلا أن أيضا يبقى رئيس مجلس الوزراء وتكليفه خيار دستوري صاحب السمو. فإن توافقت حكومة مستقلة مع مجلس بخيار شعبي صحيح، ستجد هناك مجلس قوي يتخذ قرارات لصالح الشعب ولصالح الوطن. ولكن متى ما تداخلت أيدي المتنفذين والمصلحة، وللأسف الشديد تخلى الناخب الكويتي أو جزء أو بعض الناخبين الكويتيين عن خيارهم الصحيح،
سيخرج أمامنا مجلس ضعيف. المجلس القوي نتاجه دائما تشريعات وقرارات لصالح الشعب وتكون تتماشى مع حاجات المواطنين. المجلس الضعيف تشريعاته سلطوية ولا توافق حاجات الشعب، لذلك يتذمر منها المواطنون حيث من المباشرة في التنفيذ يشعر المواطن بسلطويته. لذلك يبقى هنا الخيار الشعبي هو من يحدد نوعية قوة المجلس أو ضعفه بالاجتهاد بالاختيار الصحيح. طبعا وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر أخوي جزاع بحص أبو فهد. شكرا لكم يا أبو جاسم، وأنتم أتحتم لي هذه الفرصة، وشكرا لكم الجماعة معنا جنود مجهولين مثل ما يقال، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. ورجعنا لكم بعد الفقرة السابتة. شكرا جزيلا للأستاذ محمد العنزي، وشكرا للمعدة شيرين كمال، وشكرا لرئيس التحرير هبة سليم، كما نشكر الأستاذ فيصل الشمري اللي قام بمونتاج هذه الحلقة. في بداية الحلقة عايزين نهني نادي الزمالك النهاردة بفوزه على الإنتاج الحربي 1-0. الجون جابه مصطفى محمد. هنبدأ حلقتنا النهاردة وهنتكلم في موضوع يهم الشارع المصري كله، هو موضوع الساعة، موضوع المصالحات على مخالفات المباني. وزي ما حضرتكم تابعتم خطاب السيد رئيس الوزراء من يومين أو 3 أيام اللي أزال بعض الغموض والغبن عن هذا القانون. في تصريحات للسيد رئيس الوزراء بيقول ان احنا بدأنا بالحيتان الكبيرة وحصلنا من 4 أو 5 اشخاص 2 مليار جنيه. انا حابب النهاردة اتكلم عن اخر موعد للتقديم على المصالحة. لو بصينا مع بعض هنلاقي الميعاد ده مش ميعاد مقدس. وبعد كده الحكومة أثناء أزمة كورونا دعت الشعب وبإصرار على التباعد الاجتماعي. طيب لو رحنا قدام أي حي من الأحياء في القاهرة أو في الأقاليم أو في أي مكان، هنشوفوا الناس قد إيه فوق بعضيها. شوفوا الناس بتنتظر من 6 صباحا حتى هو السيد رئيس الوزراء ورؤساء الأحياء مدوا فترة العمل إلى ما بعد 8 مساء، لكن برضو في أعداد مهولة موجودة أمام الأحياء. وزي ما اتفقنا مع بعض، مجبر أخاك لا بطل، إن الشعب المصري اقتنع إن هو مجبر أخاك لا بطل مرة تانية يدفع فلوس المصالحات. يبقى إيه الداعي إن أنا أخلي آخر فترة أو آخر ميعاد لتقديم على المصالحات يوم 30/9. أي نعم سيادة رئيس الوزراء إدى 2 شهر وقال اللي عايز يتصالح يروح يبدي جدية في التصالح بصورة البطاعة الشخصية وصورة عقد التمليك. وأنا متأكد إن الحكومة مضطرة إن هي هتمد الفترات للتقديم على جدية التصالح لما بعد 30/9. طيب ليه يا جماعة؟ ليه نستنى لغاية يعني احنا غاويين ان الناس تتكون فوق بعضها وتروح الاحياء
تقدم على جدية. ليه مثلا قرار الحكومة ما بيبقاش ان اخر ميعاد للتقديم واخر ميعاد لاستيفاء الاوراق كله على بعضيه يوم 31/12 او نهاية سنة 2020؟ يعني الحكومة كده بتناقض نفسها، هي بتقول التباعد الاجتماعي، ولا احنا نسينا مشكلة الكورونا؟ نسينا احنا كنا بندعي لايه اثناء ازمة الكورونا؟ اعلانات في التلفزيون، اعلانات في الصحف، اعلانات في فا فا فا، تباعد اجتماعي. طيب احنا اللي احنا بنعمله ده ايه؟ طب ما احنا بنخلي الناس غصب عنها. يعني اتمنى من اي مسؤول كبير بدل ما هو قاعد في التكييف في مكتبه ينزل يشوف الاحياء دي، يشوف. وبعد كده زي ما اتفقنا من اول الكلام ان مع ان 30/9 ده مش يعني مش معاد مقدس، ولا في واحد مدايننا مستنينا يوم 30/9 نسد له الدين اللي عليه. ده معاد حطناه عشان زي ما قلت الشعب المصري مجبر اخاك لا بطل، مع ان 50-60-70% منهم غير مقتنع ان هو يدفع فلوس مصالحات مرة تانية، ان هو دفع ثمن الشقة كاملة. هو يعني المبلغ بعد ما سيادة رئيس الوزراء بسط الاجراءات وبسط المبالغ بقى مبلغ مش كبير، بس في ناس يا جماعة المفروض قرارات الحكومة تراعي معدومة الدخل. الراجل اللي باني بيته على 50 متر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الحكومة قالت مش مهم، او يعني قدر ما قدرش ان هو يجيب السلامة الانشائية والحاجات دي، الاوراق دي اللي كانت مطلوبة من مكاتب هندسية، واستغل اصحاب المكاتب الهندسية المعتمدة هذا الاجراء ان هم غالوا جدا 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 في المقابل اللي بيحصلوا عليه، مقابل ان هم يروحوا يدوا شهادة لصاحب العقار بسلامة المبنى. فمشكورا رئيس الوزراء سهل الموضوع ده وقال لك يعني مش هيبقى يعني مطلوبة قوي الورقة دي. بس في حتة تانية برضو، لما الواحد يروح يقدم على المصالحة بياخد ورقة ويروح يدفع في البنك، بيكتب مساحة الشقة بتاعته، بياخدوا منه مبلغ تحت الحساب في البنك، ويرجع ياخد نموذج 3 او حاجة زي كده، وبعد كده الحي بيطلع مهندس مهندس او مساح يطلع يقيس الشقة كم متر. برضو مرة تانية هنرجع نحط العامل البشري او العنصر البشري ان هو يروح يقيس. وانا لا اتهم احد، ولكن في بعض ضعاف النفوس اللي هيطلب رشاوي عشان بدل ما شقتك 200 متر هيكتبها لك في المقاس بتاعه 120 متر. يبقى الحكومة برضو بتقع في نفس الخطأ اللي وقعت فيه زمان، ان هي سابت المقاولين يبنوا وتدخل لهم مرافق وترصف لهم الشوارع و و و و، وفي الاخر بتيجي بتقول ايه احنا عايزين من مالك الشقة. لا، ومع ذلك الشعب رضخ لهذا القانون. يا ريت السيد الأستاذ رئيس الوزراء يطلع قرار
ان العنصر البشري ما يتدخلش في هذه المنظومه تماما، عشان ما نرجعش تاني ونقول اصل كان فيها واحد مرتشي وعمل. وعندي اقتراح يعني بسيط جدا، ويا رب يحوز على اعجاب السادة المسؤولين. ان احنا يعني لو 25% من قيمة مقابل لو سيادة رئيس الوزراء وحد الغرامات والرغبة من كل هذا الموضوع، يبقى يجبر الملاك على عقد الارض اللي مبني عليها هذا العقار. على سبيل المثال مثلا 600 عقار مبني على 600 متر وعلى اربع شقق، يبقى نصيب الشقه 150 متر، يبقى الواحد يروح يسدد على طول على 150 متر. ايوه في ناس هتتظلم، يبقى لما ناس تتظلم بس يعني قليل، لان اللي 180 هيبقى 150 مش فرق. لكن عشان يجي عامل بشري ويعمل لي انا يعني شقتي 300 متر يحسبها لي على الورق 120 متر، ده طبعا ظلم للحكومة مش ظلم للأهالي. فياريت سيادة رئيس الوزراء، وتاني بترجاه بقول له ياريت زي ما حضرتك وحدت الغرامة، هي في الأرياف مهما كانت وضع الريف سواء مميز أو ريف معدوم 50 جنيه، يبقى وفي المدن سابها للمحافظين بس لا تزيد الغرامة عن 200 جنيه للمتر. لا انا معلش في تعديل بسيط على النقطة دي، يبقى سيادة رئيس الوزراء مشكورا يطلع ويقول ان المتر متوسط في المدن 150 جنيه وما سيبش مثلا معلش للسادة المحافظين ان كل محافظة تعمل 70% تخفيض ومحافظة تعمل 20% تخفيض ومحافظة ما تعملش تخفيض خالص. طب ليه؟ يعني ايه الفرق بين الساكن هنا والساكن هنا والساكن هنا؟ فاحنا يعني كل ده بنرجوه من السيد رئيس الوزراء. هو مشكورا قال ومرة تانية هقولها ان الحيتان الكبيرة يعني حصل منها 2 مليار ولسه ده بيقول 4-5، ده في ملايين مليون حوت في مصر ممكن يكون باني مباني. نمرة 3، ليه السيد رئيس الوزراء ما قسمش المبلغ ما بين المالك أو مالك العقار وصاحب الارض؟ بمعنى ان الغرامة اللي جاية على صاحب العقار تتقسم، جاي عليه 20,000 يبقى 10 و10، لكن هيسيبني انا اروح بعد ما ادفع وبيقول لك تروح تشتكي صاحب العقار وتقدم فيه هي المحاكم ناقصة؟ يعني انا بزود العبء على السادة المستشارين في المحاكم. انا عندي لو عندي زي بيانات الحكومة بتقول 4 مليون مبنى مخالف، يبقى 4 مليون هيرفعوا قضايا على 4 مليون بعد ما يسددوا. يعني فيه 4 مليون احنا بنعاني في الوقت الحالي من بطء اجراءات التقاضي لتكدس القضايا في المحاكم. طيب الحكومة ما فكرتش ان بالاجراء اللي هي هتخلي المالك ياخده ضد مالك العقار هتزود عدد القضايا بطريقة مهولة
ولن يستوعبها القضاء المصري. يبقى لازم يتشاف حل في مشكلة زي كده. يبقى الحل ان انت وحدت الغرامة، ضربت الغرامة في الامطار زي ما قلت، ان عمارة 600 متر على 4 شقق، يبقى نصيب الشقة 150 متر في 200 جنيه بكذا. المبلغ ده يقسم ما بين مالك العقار والساكن في العقار، وبعد كده الحكومة بجلالة قدرها مش قادرة تجيب صاحب العقار او مش قادرة تتحصل على صاحب العقار، هتسيبني انا اتحصل عليه؟ يبقى هي هتحصل مني نص القيمة بتاع الغرامة، والنص التاني تستخدم سلطات الدولة في ان هي تجيب ملاك العقارات وتدفعها الملاك الاصليين اصحاب الارض اللي بنوا. وحتة تانية برضو مشكورا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امر ان كل رؤساء الاحياء والعاملين بالاحياء اللي موجودين فيهم في الخدمة او على المعاش هيتقدموا لمحاكمات عاجلة لمعرفة من اين لك هذا. لاني برضو هرجع واقول صاحب الشقة او صاحب العين ليس له اي ذنب، لان يعني سيبك بقى من الاحياء الراقية والزمالك وجاردن سيتي والمهندسين والحاجات دي، ده في ناس معدمة كان كل املها تشتري اربع حيطان، اربع حوائط يقعد فيها هو ومراته واولاده، وبعد كده تيجي بالنسبة له الالف جنيه، مش الخمساشر الف ولا عشر تلاف، الالف جنيه مبلغ يعني 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 بسيط، عمره ما مسكه في ايده مجمد على بعضيه. فانت النهاردة لما تيجي تقول له هدفعك كذا ومشكورا رئيس الوزراء سهل في الاجراءات وخفض في الغرامات، بس في نقطة لسه ناقصة عشان يعني الشعب يبلع هذا القانون. لازم الدولة تستخدم سلطاتها. تستخدمها في ايه؟ انت عندك صاحب عقار كسب ملايين من بيعه للشقق دي. معانا الاستاذ احمد من الفيوم. اهلا استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت باشا ازي حضرتك؟ الله يحفظك. ازيك؟ وبرنامج المحترم الجميل. الله يحفظك. الله يخليك. والله بجد انا مشكور يعني ممنون لحضرتك يعني بالكلام الجميل اللي بتقوله ده. والله ده من ذوقك. واشكر السيد الوزير والله للي عمله ده ما شاء الله. يعني انا كان عندي قطعه ارض والله، وطبعا لما كانوا سايبينها كده صراحه انسدح مداح، فكان الموضوع متصعب عليا خالص خالص خالص. لما سمعت الخطاب بتاعهم امبارح بالليل بعد ما جيت من الشغل كده سمعت الاخبار، صراحه روحت والله النهارده الصبح عملت الاجراءات وعملت التصالح، وان شاء الله هدفع كمان البنك الصبح يعني، لان هو الصراحه سهل علينا كتير والله. السيد رئيس الوزراء يا استاذ احمد. ايوه السيد رئيس الوزراء طبعا. والله يعني احنا ممنونين ليه الصراحه للي هو عمل ده، شيء كويس يعني، يعني هدى كتير من روع الناس ومن المشاكل والدوشه اللي كانت فيها الناس يعني كانت في شيء يعني مش عارف اللي عنده مثلا قطعه 90 متر و100 متر والكلام ده مش عارف هو يدفع كام ويجيب منين، بس لما بقت 50 جنيه الوضع بقى مريح وبقى مستريح وبقى في تعاون الصراحه. انا الصراحه لما رحت النهارده الوحده المحليه لقيت في تعاون بين الناس وبين المسؤولين والموضوع بسيط وسهل ومريح يعني صراحه يعني. فطبعا بشكر حضرتك جدا والسيد رئيس الوزراء طبعا على الشيء الجميل اللي هو عمله ده والله يعني. ماشي يا استاذ احمد، الف شكر يا استاذ احمد. طيب برضو واحنا من مكاننا هذا بنشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي اللي يعني أب لكل المصريين،
اللي بيحاول جاهدا ان يقنن يعمل مصر الجديدة، واحنا وراه. احنا يعني اي شخص الكلام الفاضي اللي بيقول لك يوم 20 ويوم 25 ويوم الدعوات الهدامة اللي بنشوفها على الفيسبوك اليومين دول، دي ناس كارهة للبلد. السيد الرئيس نفسه يشوف مصر في يوم وليلة أحسن من أمريكا، لكن المشكلة ان هو يعني واخد كله على عاتقه. يعني تحرك الحكومة برضو مشكورة، وبتوجهات سيادته برضو عايزين تحرك يبقى على مستوى خطوات السيد الرئيس، ما تبقاش دايما الحكومة متأخرة عن الرئيس، مش بخطوة، خطوات. فنرجع لموضوعنا مرة تانية، وزي ما قلنا يعني مشكورا السيد رئيس الوزراء، سهل الإجراءات وسهل الغرامات، وبرضو يعني برضو القانون ليه مزايا مش هننكرها، ان انت بعد ما هتقنن وضعك وهتعمل تصالح سعر الشقة بتاعتك هيتضاعف. لكن انا النهاردة مش بحكي على سعر الشقة، ده سعر الشقة هيتضاعف بالنسبة للي بيتاجر. انا بحكي على اللي عنده بيت 50 متر 60 متر، اللي باني شقة لولاده، اللي الكلام ده كله. فزي ما قلت يا ريت العنصر البشري يبقى تدخله في هذا المنظومة او هذا القانون يكون في اضيق الحدود، عشان ما نرجعش تاني. يعني احنا طول حلقاتنا وناقشنا قانون التصالح قبل كده، وقلنا ان كان في رشاوى في الاحياء، ما نطلعش بعد كده نقول اصلي دي شقة كانت كذا والاخ اللي راح اسها كتبها في الورق كذا، ونفتح المجال للقيل والقال. يبقى لازم الحكومة يعني القرار بتاعها عشان الصورة تكتمل، لا انا اوحد مبلغ الغرامة فيها ظلم. ما أنا يعني اصل اي قرار في الدنيا لازم فيه ناس مستفادة وناس مظلومة، بس يعني الظلم في هذه الحالة ظلم مبلوع. يعني مثلا برضو انا مصمم على 600 متر عشان سهلة القسمة زي ما بيقولوا. 600 متر صاحبها بيبني شقتين اربع شقق، واحدة 180 وواحدة 120 وحاجات زي كده. فمش هتفرق بقى يعني ال 120 لما تضاف عنده 30 متر، يعني برضو الغرامة عليهم مش هو المبلغ الكبير. تاني حاجة برضو يا ريت لو حد من المسؤولين بيسمعني، زي ما قلت مبلغ الغرامة يقسم الى قسمين بالتساوي، نص على قاطن الشقة او صاحب الشقة، ونص على صاحب العقار. لان حتى يعني على حد علمي، معرفش ان كان الكلام ده صحيح ولا لا، ان السيد رئيس الوزراء قال لك يعني لا ما قالش، عشان ابقى صادق برضو، يعني انا سمعتها او شفتها على الفيسبوك، قال لك الورق الدال على السلامة الانشائية والكلام ده كله مش مهم قوي في الوقت الحالي، ممكن يجهزوا على مدار شهر او شهرين. معانا اتصال. الو
عليكم السلام. بقول لك يا نبي، عايز اسال على بالنسبه اللي هو بالنسبه للعقار للشقق، هل دول بينزل لهم غرامات؟ تاني بعد اذنك؟ الشقق اللي هم بالنسبه اللي احنا الشقق بيطلع لها نظام عقاري؟ بيدفع لها ايه؟ بيطلع لها نظام عقاري. ايجار عقاري؟ نظام عقاري دفع يعني. لا والله مش فاهم، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. لو واحد قاعد في شقه نظام عقاري؟ واحد قاعد في بيطلع لها نظام عقاري؟ ايوه. بيدفع يعني ايوه بيطلع لها يعني بيدفع 500 جنيه ولا اصل سامع يعني بالكلام ده؟ لا هتروح هتاخد مين معانا طيب الاول؟ مين معانا؟ انا اسمي استاذ حمدي من دمنهور. انا استاذ حمدي. طيب أيوه. طيب يا استاذ حمدي هشرح لحضرتك دلوقتي ازاي تروح تقدم على المصالحه في الاحياء. تاني نقول نظام تقديم المصالحه في الاحياء المختلفه، ان انت بتاخد صوره عقد التمليك وصوره البطاقه الشخصيه وايصال مرافق ميه او كهرباء او غاز او تليفون، وتروح بيهم الحي بيديك بيان حالة، بتروح بيه البنك او بيديك المبلغ اللي انت هتسدده في البنك، بتروح تسدد في البنك وبتجيب ايصال الدالة على السداد، بتروح تسلمه في الحي مرة تانية، بيديك نموذج اسمه نموذج 3، ده في المبلغ اللي يتقسط عليك. زي ما قلنا الإعفاءات أو التسهيلات اللي اداها سيادة رئيس الوزراء ممكن تفيد الشخص متوسط الدخل، لكن معدوم الدخل ما تفتوش بحاجة، كده كده هيدفع برضه، وكده كده هو يعني زادت قيمة بيته أو قلت قيمة بيته، هو مش هيروح يبيع البيت، هو باني بيت 50-60 متر عشان يقعد فيه هو وولاده وزويه. فيعني يا ريت الحكومة تفكر في بعض النقاط اللي احنا حكيناها النهاردة، واهم نقطة احنا برضو مركز عليها جامد في كلام النهاردة، ان الحكومة دايما تخلي العنصر البشري بعيد كل البعد. احنا جربنا العنصر البشري في مشكلة المخالفات، المشكلة العويصة اللي احنا فيها دلوقتي، مشكلة المخالفات هي جت منين المخالفات؟ لو رئيس حي عنده ضمير، لو مهندس حي او تنظيم عنده ضمير، كان اول ما صاحب العقار حط طوبة في الارض، حتى قبل ما يحطه، اول ما يحفر الاساس وقفله. معانا تليفون يا استاذ عبد الله؟ طب الخط قطع، كلمنا تاني يا استاذ عبد الله. في حته برضو عايز انوه ليها بالنسبه للازالات اللي كانت وما اعرفش ما زالت ولا انتهت، اللي بتتم في الارياف. احنا عايزين نحافظ على الرقعه الزراعيه، يبقى المنطق بيقول نقطه ومن اول السطر مفيش حد يبني على أرض زراعية، وقبل ما يحفر وقبل ما يحط أساسات يكون متحول للحاكم العسكري. لكن بعد ما الأرض اتحفرت واتحطت أساسات، هل ممكن ترجع أرض زراعية مرة أخرى؟ هديت للراجل اللي هو باني على
50 متر ولا 60 متر في الريف، هديت له البيت بتاعه، ايه اللي انا استفدته؟ الارض خلاص بقت بور، لان اتحط فيها صبة خرسانية، فمش معقولة بعد الصبة الخرسانية هترجع ارض زراعية مرة اخرى. فدي برضو لازم الحكومة تراعيها عند تطبيق القانون. مفيش ازالات، الازالات بتتم في زي ما الحكومة قالت، اللي بنى بعد 2000 يعني ساعة ما صدر القانون، لاني برضو هرجع واقول مفيش قانون بيسري بأثر رجعي، ولو المخالفات خففت الى اقصى درجة مفيش حاجة اسمها قانون يسري بأثر رجعي. انا عايز اعمل قانون يحافظ على الرقعة الزراعية في مصر، يحافظ على الشكل الجمالي لمصر، يحافظ، يبقى فيه 3-4 بنود ممنوع خالص البنى عليهم، املاك دولة، بتاع الطيران المدني، الحاجات دي. لكن اللي بنى خلاص ده يعني لانه بنى ودخل مرافق، مين اللي دخل له المرافق؟ طيب احنا فساد في الحي وخلاه بنى، فساد في شركة الكهرباء ودخلت له كهرباء، فساد في شركة المية ودخلت له مية، فساد في المجاري ودخلت له مجاري، وفي بعض الشوارع مرصوفة والمباني اللي حواليها مخالفة برضو. دي نقطة عايزة تتفهم النقطة دي. انا راجل مخالف وخلاص الحي مرتش، وكان بيروح مهندس الحي يقبض فلوس ويسيب السايب في السايب. طيب شركة الكهرباء دخلت الكهرباء على اساس ايه؟ لا يجوز ادخال المرافق الى مباني مخالفة. معنا تليفون الاستاذ عمرو. عليكم السلام. ازيك انت؟ الله يحفظك. تمام والله. حضرتك اللي انت بتتكلم فيه ده كلام مظبوط والله. يا سيدي الله يحفظك. وانت اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مبروك الزمالك يا باشمهندس. الله يبارك فيك. يا عم هتسير علينا الاعداد، خلينا في ال مبروك الزمالك. بس أجل الاحتفال الاهلي بالدوري بكره ان شاء الله. ما بكره نحتفل ان شاء الله. لا ان شاء الله برضه الاهلي هيتعادل والدوري هيقعد في الملعب برضه. لا لا، هو الدوري في الجزيره، الدوري في الجزيره من الدور الاولاني يا باشا. قبل الفار؟ ها ايه؟ قبل الفار وبعد الفار برضه. ماشي يا سيدي ماشي. كل سنة حضرتك طيب وانت طيب. ربنا يديك الصحة. الله يحفظك الله يخليك. طيب انا بفرح والله بالمكالمات اللي زي كده، بتخرجنا من الجو المكهرب اللي احنا طيب يبقى زي ما كنا بنتكلم من الاول، يبقى فيه عشان نلخص اللي احنا قلناه. اول حاجه، ميعاد التقديم ليس ميعاد مقدس، او يعني زي ما قلتها قبل كده، احنا الديانه مش واقفين لنا على الباب بيقول لك حصل من الناس عشان انا اخد. لا، ده انا لازم يبقى عندي سياسه واستراتيجيه في عشان برضو أصل المشكلة ان احنا بننسى. يعني الحكومة كانت بتطالب وبإلحاح
واحنا كلنا كنا مؤيدينها في هذا القرار بالتباعد الاجتماعي. يا جماعة أزمة كورونا لسه ما عدتش، وفي بعض الدول لسه لغاية هذه اللحظة فيها حظر، ولا لازم 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 نفضل ياما نعمل حظر شامل زي اللي كان عندنا من فترة؟ ليه ما نحافظش على ليه ما نحافظش على الوسائل الاحترازية بتاعتنا اللي احنا ماشيين عليها؟ والحكومة زي ما قلت تقول 2020 ولا تدي فترة لتجهيز ورق ولا تدي فترة للكلام ده كله، 2020 كله ينهي. يبقى فترة معينة او فترة معقولة لأي حد يجهز ورقه ويجهز حاله براحته، كل يوم يبقى قدام الحي 100 او 200 عدد معقول، برضو فيه تخفيف على الموظفين اللي دلوقتي يعني حر وزحمة، والموظف بيعامل المواطن اللي جاي بيسدد فلوس معاملة غير أدمية. يعني جاي يديله فلوس وهو بيعامله معاملة غير آدمية. لما برضه فتحنا الأبواب الخلفية لبعض موظف الحي اللي بيقول لك ايه اقعد انت ببيتك وهات الورق ومش عارف ايه، وفي الاخر يبقى شوفني. فيعني برضه في نهاية لقائي احب اتقدم بخالص الشكر للسيد رئيس الوزراء، وأحب أقول له إن حضرتك برضو إحنا أولادك وإخواتك، ويا ريت الحكومة تبص بعين الاعتبار للفئة المعدومة من الشعب المصري. وسعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم، ومبروك للزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.